السلام عليكم أحبة المشاهدين وصباح الخير على أهلنا وناسنا. اليوم نتواجد بمدينة الكاظمية المقدسة حتى ننقلكم مشاكل وهموم الناس ومطالباتهم ودعواتهم حتى نقدر نوصل صوتهم إلى الجهات المعنية. ابقوا ويانا بحلقتنا لهذا اليوم لكن بعد هذا الفاصل. وبالعودة إليكم مرة أخرى ونشوف إحدى المواطنات بمدينة الكاظمية المقدسة حتى نعرف مشكلتها اليوم ومعاناتها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ الحمد لله. شو شلونكم؟ شلل عنده بالدماغ وكلى عنده وحصب المرارة وما عنده حد فداني عايشين. ايه. وقاعدين بسبع البر خرابة إيجار. وأريد يعني فدي يسوي له شارة إلى ما أريد لا أبيت فدي يسوي له شارة إلى. عيشتي صعبة ما عندي يعني علاجه بالـ200 وفوق. وما عنده حداني فدريد يساعد ويسوي له عمليات. اي ايوه. راجعت الرعايه قلت لهم هذا معوق ابني. اي راجعت جيراننا وبصفنا بالرعايه قال مصطفى راح تقدم هسه ان شاء الله عن جديد. وهاي انا حالتي انا ويا ما عندنا حد فدي يريدون يسووا له مصرف له. بالله وبيكم. زين عنده اخوان؟ واحد فد واحد مواليد 2000 ما عايشين يا معمه هم ربوا وانا ويا بقينا. وانت بيتش ايجار؟ هي ايجار خرابه بسبع البر 100 100,000 كهرباء ايش مي ايش ماكو سحب ماكو كهرباء هاي على الوطني عايشين على الشموع. 2022 وما عندك كهرباء سحب؟ والله ما عندي يعني موجود سحب فد ما عندي انطي. ما عندك اشتراك؟ اي ما عندي انطي ما حد ينطي. وصار ايش قد على هاي الحاله؟ هو مواليد هاي صار 15 سنه 14 سنه هاي حالتي. شنو قلت لي عمره 15 لازم يلا يسجل؟ اي رعايه يقولون هسه راح تنفتح على اساس وهذا حالنا احنا. شنو هنا جايه مثلا تشتغلين؟ مو اشتغل هاي اجي اخذ علاجه واهلي يعطونها للرحم الساده هاي اروح عليهم. العالم الفقره اي الفقره هسه الناس تطيني تعرفني هاي اجاني وياها شو اسوي؟ شكرا لك. اهلا وسهلا تسلم يا رب. اهلا وسهلا. وانا ايضا احد المواطنين تفضل هنا حتى نعرف مشاكله ومعاناته. السلام ورحمه الله. شلون صحتك؟ الله يخليك استاذ الله يحفظك حياكم الله وحيا قناتكم الكريمه. الله يعزك. عندي حالتي راني بنيه عمره 18 سنه على العربانه وولد عمره 8 سنوات ذاك مو على العربانه مضروب ظهره يمشي هيك. وقدمت اكثر من مره للرعايه اخذهم واروح للرعايه وتعرف انت بعد للرعايه واطفال معوقين. اوصل لي غاد ويوم ما اوصل للباب لي غاد قالوا لا مو اليوم تعال النباته. قال لنا عقبه وذيك الفتره بالرغم كانت مفتوحه يعني مو مغلقه كان يستقبلون لكن شو يستقبلون؟ يستقبلون المعارف بس اللي عنده واسطه اي لا ما عنده واسطه وما عنده عرف من الباب بس اللي عنده عرف وواسطه حتى اذا ما بي شيء يسوي له راتب. انا شفت عالم تمشي وصلوها باب الرعايه الله شاهد خلوها على العربانه باب الرعايه نزلت هي البنيه نزلت العربانه وقعدت فوقها دفعوها جوا طببوها طلعت عليها راتب مال الرعايه. حلو. واني يعني 18 سنه صحيح. اي 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 لا لا هو يعني مجرد انه بس دكتور يباوع عليه لانه العظام كلها متهشمه. العظام كلها متهشمه لكن ما عنده واسطه واقول حسبي الله ونعم الوكيل. صار لك ايش قد يعني رحت مره واحده؟ لا 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 عده مرات رحت حولوني من الرعايه اكو فرع على الكليه هناك قالوا روح رحت هناك واجهت الدكتور قال لي استريح هسه شويه لي غاد قالوا تعال باكر. رحت ثاني يوم لي غاد قالوا تعال بعد اسبوع. وما عنده واسطه. وتنتظر ما أيوه. شفت لك احد عرف وسطيت حتى العرف يريد فلوس. العالم قام العالم قام تعال سولف لي العالم قام تعامل بالورقه من عمي حتى العراقي نسوه. شكرا لك وانا اشكرك. السلام عليكم. رعايه ما عندي. السلام عليكم. عربانته؟ اي والله العظيم لا رعايه ولا بيت كل شيء ما عندي والحسين بس موسى بن جعفر واقفنا والله والله العظيم متزوج وعندي 5 بنات. كلامك لا يقدمه لا اي بس انا اريد اقول له اي والله. شكرا لكم. ثلاث مواطنين مع بدء حلقتنا لهذا اليوم ما عندهم راتب رعايه وابنائهم يعانون من مشاكل صحيه راحوا للرعايه وراجعوا لكن نفس الجواب روح باشر تعال عقبه على السنه الجديده ونقدم فايلك والنتيجه النهائيه مثل ما تعرفوها ما حد يحصل شيء. عدم وجود رقابه لهذا الموضوع عدم وجود لجان تجي تتجول بالأسواق والشوارع حتى يفرزون هذه الحالات ويقيموها حتى يقدرون يحسبوا لها راتب رعاية اجتماعية وأغلبهم من يعني الشباب والأطفال المعوقين. باقين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم من مدينة الكاظمية المقدسة لكن بعد هذا الفاصل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. على اخوي الله يسلمك. نريد اليوم نعرف وضعكم الموجود بالشارع انتوا اصحاب البصات وال والله شوف عينك يعني ست اشوف ذنب عرباين قاعدين نشتغل بيهم مو بس يعني ما مخلينا احنا هنا كل ساعه جايين الشرطه ومطلعين الحين لغات وراجعين نشوف الشرطه راح احنا نرجع هم اكو بيهم يستاهلون امر يعني نعم الله عليهم بس هاي شوفت عينك يعني على الله وهاي العربانه شرد ابيع اليوميه 25 بهاي العربانه وانا عندي عائله وعندي حليب وحفاضات وعندي عندي عائله يعني كبيره بعد ما قدمت ما رعايه ما راجعت الدوائر الحكوميه حتى تحصل لك راتب تحصل لك والله ما مقدم ما رعايه ما رعايه يقول لك يا اللي تخليها ما رعايه تروح تاكل لها 4 سنوات 5 ومن عدا الفلوس واحد يقول لي تعال اعطيني 400,000 واسلمك الكيكارت وطيني فلوس واطلع لك ما رعايه واحنا نشوينا من هاي السالفه ما التعيينات وما لها تعال اعطيني فلوس خريج؟ لا والله مو خريج انا ايش وقت بطلت؟ يعني من زمان انا بزمان صدام بطلت تقريبا لان حالتنا مساعد مو مال المدرسه وروحه وجايه فظليت من الشغل من ذاك اليوم لهذا اليوم هاي البضاعه مالتك المستورده الباله اي باله هاي شلون اسوق واقف لو زين والله اسوق الاسبوع كله واقف عندك بس خميس وجمعه وسبت شوي نشتغل احنا يعني نشتغل لنا كل واحد فد ب 50 75 يعني هاي بعد والباقي كله واقف تلاقيط شلون هسه شوف عينك انت والحمد لله والشكر شكرا لك بعد روح الله يسلمك شربي السلام عليكم شلون خالد الله يخليك شلون صحتك الله يخليك عندك بسطة هنا؟ اي والله عندي عربانة راتب رعاية عندك؟ والله كل شيء ما عندي بس رحمة الله ونعمة بالله وقاعد بالايجار ب 400,000 زين وتركض ببرانا الشرطة يجون الشرطة تروح هذا ليش ما قدمت على هاي المعاملات مالك؟ ها؟ رعاية شو تسوي لك؟ حتى لا يعني 150 شو تسوي لك؟ ما تسوي لك مسد حاجة زين؟ واحنا هاي معاناة جبناها من ذاك اليوم لليوم بزمن صدام 5 سنوات بالجيش طلعنا عبالنا نرتاح نفس الشيء حكومة ورا حكومة حكومة ورا حكومة نفس المعاناة ونفس نفس الشيء يعني هسه انا عمري 4 و يعني 47 سنة مفروض ارتاح هسه طول العمر ان شاء الله إيه. مو زين وعائلتين برقبتي ومأجر ب 400,000 اللي مأجر ب 400,000 شنو حياته بعد بس قلنا زين يعني انت لو تحصل لك هنا 10,000 15,000 بس الصبح تفتح والله هيك وقت هسه فتح ايه زين هسه يجي الشرطي يروح وين تروحون؟ نروح هيك وبعدين نرجع على ان شاء الله. السوق شلون؟ والله السوق تعبان حيل تعبان لان صعود الورق تعبه فت مره لان التاجر من يجيب رخيص يبيع رخيص والعالم ما عنده يعني قوت يومي من الحاجه تصير غاليه ما تمشي من ينزل الورق شوي يصير حركه بالسوق. وضع البطاقه التموينيه لك؟ والله نسيناها البطاقه التموينيه ماكو حتى نسيناها يعني هيك مجرد شلون بالمعامله هذا في حال توفرت تحل عندك مشاكل؟ وفرت يعني شنو شو يطلب بيها؟ يعني تجهيز ماكو تجهيز شنو تجهيز؟ ماكو معجون وقللوا الشكر نسيناها احنا قلنا نسيناها بعد اللغت حتى لا نروح له ولا نراجع ولا هذا احنا نسوق للبيت على ان شاء الله شكرا لك اليوم حال شلونك عمو؟ شلونك حبيبي؟ عادي شنو مبطل انت؟ لا دوام وش تبيع حلاليك؟ اي تحصل لو ما تحصل؟ نعم من الله على القاسم ها؟ على القاسم يوم اكو يوم لا اه والله بيا صف انت؟ خامس ابتدائي؟ اي اي تدرس وتشتغل؟ اي تساعد ابوك لو والدتك؟ اثنيناتهم وشو يقولوا لك؟ اي جيت لحق تقرامت لحق لا لحق مو انا تنقلك 3 ايام عندي عطله بالاسبوع ورا كورونا اي عندك كتب استلمت الكتب كلهن لو عندك فيهن نقص لا كلهن واصدقائك وين ولا واحد عندي دفتر بس انا ليش؟ وين ما عندهم بعد وانا اول شيء استلمت بيهم اي والباقيين بالصف ماكو كتب ما عندكم هسه ماكو يعني شلون تقرون؟ وين على الموبايلات زين مين لك موبايلات تبيع لالي؟ عدي
ايه عندي ايفون. يعني اشتريت؟ ايه جمعت واشتريت. ايه شكرا حبيبي. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. عندك بسطه هنا انت؟ اي عربان هاي. عربان انت؟ شلون شغلك؟ وش اسولف هسه؟ الله يسلمك. السلام عليكم. والله مرات شغل ومرات راي. ليش؟ جمعة وسبت هو شغل. كم من بغداد ولا من بغداد؟ اي. اي. متزوج؟ متزوج. شلون وضعك المعيشي؟ والله الحمد لله زين. انت اليوم شاب صحيح. والله الناس بسطاء كذا عرباين عيشة. اشتغل انا قاعد اسافر. راتب مال رعايه ما قدمت؟ ما قدمنا لا. ليش ما جاي تقدمون يعني؟ غير اكو اسباب؟ والله ليش اقول لك؟ ما يصير اعرف صحيح، ما يصير اعرف صحيح. شكرا لك. حبيبي الغالي. حياك الله. بيك المحيي حبيبي. شلون صحتك؟ سلمك. يوفقك. اليوم رد نعرف مشاكلكم، معاناتكم بالسوق، وضعكم المعاش. يعني كباب الدروازه لو بصوره عامه. هاي هو يدي خرق شيلي الله يخليك. هذا وضع العراق ايش؟ اي هذا خلاص وضع الشعب العراق، يقول مو وضع العراق، لا العراق هو صار طبقات، اكو خمس طبقات اولى وثانيه وثالثه ورابعه واحنا الخامسه. الطبقه الفقيره. الطبقه الفقيره ومحاربين هسه. ايش هسه انت ورا لقاك راح يطلعون ورانا حمله يعزلون. اي والله سوينا اكثر من على الشارع يعني. انت يا شارع ما مثل، لا مثل مأثر. هو الشارع مقطوع، انا ما ابي سياره. انقطع هذا الشارع من 2003. انت ساعه تخلص لقاك ورا ساعه مو هواي راح يعزلونا وداعتك. والله يصدق نفس احنا كل ما نسوي لقاء وكل ما تجي قناه تقول عزلونا. انا فال مو زين عليك. لا لا حشاك، مو انت الفال، لا مو انت، لا والله بس انا كنت اذيكم. لا اسمع بس خلينا خدمه. احنا وضعيه باب الدروازه وضعيه كثيفه بشكل، يعني وضعيه كثيفه بشكل مو شلون ما توقع. موضوع ترتيب النظافه مال الامانه احنا جاي نطي. انا نطيت احنا كل شلون تقول كل 10 عربانه 12 عربانه 15 عربانه مسؤول عليها واحد، فجاي نطي احنا جبايه. الجنابر هاي كلها تطي جبايات، جبايه مال تنظيف يعني رسميه يعني مو وصل. هي دائره حكوميه ليش تاخذ جبايه؟ شلون؟ لا يقول انت توسخ، لا احنا للبالات لازم نوصل. اي عندك كاغد؟ لا عندك كرتون؟ لا عندك توقع. يقول لك توقع قطعه هسه احنا موافقين بس عوفني في سبيل حالي. نظافه بس كلها ساعت بيها يعني مو يعني. انا شفت انا هاتوا مشتغلين هاي احسن يوميه احنا ننظف. احنا يوميه تقعد الصبح، تقعد الصبح ما تنظف؟ اي اكيد طبعا. تجي تبسط على باب الله تنظف شيء طبيعي. والله القمر الراحل. شكرا لك. هي كلها بيد التجار. شلونك حبيبي؟ الله يعزك الله يخليك يرحم والديك. هي كلها بيد التجار. زين الدولار صعد، البضاعه صعدت وياه. زين هي كلها بيديه الله وكيلك. البضاعه هسه عندنا فول صاعد يعني، الباله كانت 100 راح يرحم امك ابو، هسه الباله 250 350. ليش؟ التجار بديهم. شلون اللعبه مسوينا؟ يريد ينزلوها يريد يصعدوا. هسه هي السوق هسه مشنج لحد الان، حركه ماكو، باع اتبع الحركه، حركه ماكو. زين وضعيه تعبانه. زين فلوس ماكو، العالم تعبانه، سهوله ماكو بالسوق. العالم يرحم امك وابوك. اي نعم العالم امتصت الرواتب قامت تخزن. يرحم امك وابوك. خبر وزاره والله هاي الوضعية شوفها قدامك انت، العالم فلوس ما عاد كلها بيد من؟ بيد التجار، والفقير واقع بيه. الله يعينكم. الله الله يعزك الله يخليك. ان شاء الله يوصل صوتكم بكل امانة وصدق. احنا باقين بحلقتنا لهذا اليوم حتى نشوف وضع الطبقة الفقيرة من اصحاب يعني العرباين البالات اللي يعانون من مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي. أثر هذا الموضوع على حتى أصحاب البسطية. زين يعني باقين احنا وياكم بمدينة الكاظمية المقدسة حتى نوصل أكثر معاناة ونشوف هنا. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام. الله يسلمك. طول بعمرك ان شاء الله. حياك الله يا غالي. الله يعزك. متقاعد؟ متقاعد نعم. ما شاء الله. نعم. شلون راتبك التقاعد؟ والله 450 وماخذ عليهن قرض سلفل هذا. اي ايش قد قصر؟ ترميم بيت يعني 240 يظل عندي. حلو. اي والله هات شوف. ايش قد خدمت العراق؟ والله خدم تقريبا بال 38 سنه. ما شاء الله. في شوف هالوضع يعني هال زين ال 230 240 الف كفن بيتك ملك؟ ملك بس. مولده ماي؟ مولده ماي. اي والله ما يكفن. ما كيف لا مولد مولد بيش هسه اخر شيء لمدير انت بعد هاي السنين خدمت العراق المفروض ترتاح.
اي طبعا لازم المعيشه تصير احسن، لازم يزيد راتبنا احنا ذول اللي خدمنا وخدمنا العراق. بيا مجال خدمت بيا وزاره؟ بالجيش. وزاره الدفاع. المفروض يعني يحسنوا الراتب المتقاعد، يديرون بالهم على المتقاعد. زين مسألة تأخير رواتبكم يوم 5 ويوم 6، احنا المتقاعدين شريحة تعبانة جدا يعني. عندكم صندوق مال تقاعد وهذا ما له علاقة بميزانية؟ نعم صندوق التقاعد، بس يا ما ادري شلون شو يسوون به صندوق التقاعد. يا يوم استلمت الراتب هذا الشهر؟ ها يوم 6 يوم 5 يمكن استلم. كل شهر هذا مو تأخير؟ كل شهر يتأخر 5 6 7. أصدقائك المتقاعدين شو يقولون؟ قاعد ببيت إيجار؟ نفس المعاناة، اللي قاعد بأجار واللي قاعد مليك نفس الحالة، لأن الراتب ما يكفي. شلون اشوف وضع السوق اليوم؟ والله السوق حتى اشوفه هاي العالم تعبان. مسحوقه سحق؟ اي حتى اخذ هاي البالات، هاي الباله اللي ما عندها ما عنده وين واللي يجي هنا ياخذ. اشتري منها حاجه ب 1000 حاجه ب 500 يلبس وين يروح؟ ما نقدر نشتري الغالي. ما عندنا اي جديد ما نقدر نشتري. هذا راضي بوضع العراق الحالي هسه؟ والله شو اقول لك، اذا الناس هاي راضيه على هالوضعية هاي ما بلد النفط النهرين الحضارة. هسه نطلب، هاي راح تصير حكومة جديدة إن شاء الله، نطلب من عندهم أن يحسنون حال الناس، هاي حال الشعب هذا. شوف الدول المجاورة يمنا، دول الخليج شلون صايرة غيرها، الدول مستقرة، إحنا بلد شوية ما مستقر. تعال حجي زين، تعال. فهاي اللي نطلبه من الحكومة، يحسنون عيشة الناس، ديروا بال مع المتقاعد، ديروا بال مع العاطل. الناس دول الخريجين وين يروحون؟ يتخرج ويتزوج ويصير عنده جهال ويظل يوب العمل. اكو عزوف عزوف عن الزواج؟ لا حمال طبعا، ما يتزوج شنو؟ ماكو يتزوج مورد مالي. اي ماكو مورد مالي، حتى راح يصير عنده جهال، راح يصير عائله، ما يقدر يكون عائله. اذا يتزوج ما يقدر يكون عائله، هو عاطل من علم عن العمل. نوبه يتزوج ويسوي عائله. اي فهاي هسه انا من الناس، عندي ولدي خريجين قاعدين، والله ما واحد بالشورجه يشتغل حمال، خريج بكالوريوس. والله يشتغل حمال بالشورجه. زين ماكو لا تعيين ولا شيء. والثاني احنا الناشد وزاره التربيه يعني يديرون بالهم على الخريجين، المدرسين، المعلمين، متزوجين وعندهم جهال يعني ما كل شيء. شكرا لك حاج، رحم الله والديك. شكرا. شكرا. نشكر قناتكم، الله يعزك. نشكركم. شكرا. نشكر الكادر كله. شكرا. ملكي رقم مصطفى يعني يخصصوا لك شهر راتب. اخذ تليفون تليفون الحجيه. لا راتب يسوون له علاج وعلاج. صار صار. الله يرضى عليك. صار، روح يم الكادر هسه ياخذ التليفون وان شاء الله نتصل بيك. هذا وضع اليوم. وينه؟ تعال هاي عمار. عمار شلونك؟ حياك الله. صورته مصطفى، صورته تعبانه. انا ما اقدر احكي. شريكي تعال، تعال شريكي. تزوج؟ لا يا ما. وين الزواج؟ خلينا نشوف عيشتنا. شلون هالعيشه وياك؟ نعم نعم نعم. ما راضي يا عمار؟ ها؟ ما راضي على الوضع اليوم؟ بس هو هذا الرزق على الله. يوم 15 يوم 20 يوم ما. ايش قد برغبتك اهلك؟ هذا كبيره. شكرا لك عمار، شكرا. هذا وضع السوق اليوم مدينة الكاظمية المقدسة. شلونك عمو؟ شو تسوي هنا؟ اشتغل. اه شو تشتغل؟ براس. وين بسطيتك؟ بسطيتك تبيع؟ ايه. شنو مبطل؟ لا. داوم؟ ايه. شنو يوم مجازة المدرسة؟ ايه. شو تبيع؟ شو تبيع؟ شو تبيع؟ هدوم. هدوم بالك؟ تعرف بالنوعيات؟ ايه. بجامة تشيرت. غاليات تبيع له رخيص؟ رخيص. يعني بيش صار ده اشتري يعني شلون؟ بيش. بلف؟ بربع بربع. شوفني بسطيتك؟ ايه. يلا. شو اسمك انت؟ امير. يلا خل نروح ويا امير. شوفنا مالته البسطة. هذني؟ ايه. يلا شوفنا شلون تبيع. صيح. صيح؟ بلف مو جايب تيشيرتات بلف. عاش تتعاون بابا؟ ايه. الله يحفظك يا موري. شكرا. عفوا. مو بس امير، هواي من الاطفال اليوم شفناهم بالسوق يدامون بالمدرسه ويجون يعاونون اهلهم وناسهم من اجل المعيشه الصعبه اليوم بالواقع العراقي، خاصه الطبقه الفقيره اللي جاي تعاني. ما تعاني اغلب
موجودين هنا يعني تركوا العمل بسبب مشاقل الحياة وصعوبة الحياة بيها، يشتغلون بالملابس المستعملة البالة بمدينة الكاظمية. ونشوف أحد الشباب هنا اللي هو أريد نسوي هذا اللقاء، يروح تعال. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. اسمك شو اسمك؟ هادي. يا هادي، شلون الوضع وياك هادي؟ زين الحمد لله. مبطل المدرسة هادي؟ اي والله. صلي هواي. ها؟ تعال اجي. كل شيء ما. ليش؟ صلي هواي من مبطل. نسيت الدراسة هسه؟ اي صلي هواي. يعني بيا صف بطلت؟ بالرابع. وجماعتك هسه بيا صف؟ كله سال الأول متوسط ثاني متوسط. أبوك عايش؟ إيه. ترجع الدوام مرت الأخ؟ يا مدرسة. ليش؟ بطلني كني أخوتي. كل أخوتك؟ إيه. ليش؟ وإيه اشتغل واحد ويا خاله وأنا هنا. إيه. بطلني. بس ساعة تطلع الصبح شو وقت ترجع؟ هو أطلع بالسبعة أرجع باثناش. بالسبعة الصبح ترجع باثناش. يوم تبيع يوم ما تبيع؟ يومك ويومك. ايه؟ يومك خمسة يوم عشرة هيك حسب. سوق البالة غير تفتار بالاسواق؟ ايه بالسوق هذا جوه. امنيتك ترجع للدوام هذه؟ احكي للصدق اللي بقلبك تعال. والله بعد ما ارجع. ليش؟ ما خرب واسي بعد من هذه. ها؟ خرب واسي. ليش خرب واسي؟ ارجع تدرس من جديد، تعيد نظام حياتك من جديد. خرب واسي بعد. بسبب العيشة غير صعبة؟ اي ماكو، بس انا ابوي واخوي اشتغل. بيتكم ملك لو ايجار؟ لا ملك مال البيت بي بي تي. ايه. انا قاعد موظف لو هم كاسب؟ لا بالعمالة. يشتغل عمالة؟ ايه. مو مملحق وانتو اثنين؟ ايه. لعد عدة ثمان نفرات تسعة شلون؟ الله مالك. الى الله؟ الى الله. شكرا لك. ايه. باقين بحلقتنا هذا اليوم مدينة الكاظمية المقدسة، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم ونشوف الحج. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عمي؟ انا مرحبا. الله يحفظك. عربانتك؟ اي والله. ملكك ايجار؟ ايجار. بيش؟ ب 40 دينار يومي. اه والله. شد عمرك؟ انا عمري عساني مويدي 61 66. اي يعني مدرس 6 سنوات عساني مويدي 66. جنتيتي بدرس. شو ايدك مفرقسه؟ والله من تعب من شغل. ما عاد راتب ولا راتب ولا عايش نفع ولا هاي. ليش ما قدرت؟ ما حد على عمري على جنري. ايش قد غرفتك عائلتك تنتظرك؟ انا ما مرض من سمير مرتي وابنتي. ابنتي بيها صار 26 سنه اي والله. وعدت قلب واني يخطب اريدها تفرج. شو وقت تفرج؟ مو غالي حجي. صار لك ايش قد على هذا وضعك بالعربانه؟ خمس سنوات، هاي عمري من 6 سنوات لحد الان. من الحماله القاله جدي جاي من جوا. قاعد يبيع تشيك وسندويش. اي والله، وعشت على هاي وعلى الناس الخير الطيبه. الناس الخير الطيبه ساعدني تعطيني ابي حصاد اودي للمصر. اليوم طالب بحقوقك كمواطن عراقي، نفطك، غذائيتك، راتبك. راتب ماكو والله، لين كنت سويت 20 مرة ما حد يعطيني. شو يقولوا لك؟ ماكو، طيت بحث والله، وطيت البايع، وطيت غلط، وطيت الزكاة كلها ما سويت شيء. اليوم هسه اليوم باكر تمام. حكم الدار هنا. ما يسوي لك شيء. لان ما عندي ما لي يعني الناس ما يقول ما لي احد يسند فيه. يعني وصل ما يصدقوني. وجون بيوتي باع شاف البيت طبعا البيت لقى بيتي تشيك وسندويش. غرفة عندي قاعد فيه. وقبل شهرين ثلاثة بنوا الغرفة والله بالبيت من الناس خيرة طيبة. بعد ما مكمل نص ونص بعد بس البياض والكهربايات وهذا. أيوة. بعد ما راح الحج أبو علاء ودى عربانته والبضاعة اللي كانت، رجعنا وياه مرة ثانية، قدمنا له جزء من المساعدة اللي نقدر نقدمها إليه، ونريد هم نسمع صوته. مرحبا محمد ودي. استرعيت ان شاء الله يا رب وجب شهر بنادم. اي والله ان شاء الله تزرع في بجارك. انا اريدك هاليومين ثلاثه ترتاح تقعد بالبيت ان شاء الله حتى تشوف عائلتك زين.
عندك ملوضي. بعد كلام توصلنا؟ نعم نعم وضعيته تعبانه. شكرا عمو. هو وضعيته تعبانه، قاعد بالزراعي وتشينكو قاعد بتشينكو وش اسمه، وصاحب عائله، هو صاحب بنات، وهنا أنا بالليل ما بنشوفه دا يشتغل، نطي حاجات يشتغل بيها، هسه حاجه بربع يتحط مصرف بجيب 10000 ويروح ليله. هاي وضعي تبع علاء. كان هو رجال كبير. سلام عليكم. سلام عليكم حبيبي. هو رجال كبير عمره بال 62 سنه ويشتغل حمال، المفروض من الحكومه هل عمرها الكبيره سوى له رعايه اجتماعيه حتى يقعد شو وقت يرتاح. ما عندي. يعني من هو صغير يشتغل وعمره 62 سنه، ايش وقت يرتاح العراقي؟ بس على العشاء مس خالص. ايش وقت يرتاح العراقي حتى العالم ترتاح؟ والله تعبنا حتى العالم تعبت. وبعد على الله عليكم. امثال العشرات او الاف مو عشرات. ونترجى من الحكومه ان تنظر لهالناس الكبيره هاي خطيه، هالمساكين هاي. والله كريم. شكرا لسؤالك. حبيبي يا راتب. خذ راحتك تبعد عمو حبيبي. خذ راحتك. هنا امورك جن. شنو انت معوق؟ ايه. ايه؟ ابي ياجل ماكو نار. اجي امي ماكو نار. وضعيته تعبانه. انا عندك راتب ما رعاية طوك؟ لا. ليش؟ ما كل ماكو. اروح ما كل ماكو. بلاتين. هاي بلاتين برجي. تعال عمار شلون؟ بلاتين هاي برجي، ذاك يوم قبل فترة وقع. ايه. ما شفت؟ ايه تمام شفناه. هذا اللي شوفه؟ طيب هم هنا الشقة ويا ركض ورا حتى ضعيفة. باي باي هاي الحديدة. فوقع وانكسرت الجين. راح المستشفى قالوا له بلاتين. هم قعد له شهرين وحتى تعبانة أموره كلش تعبانة. وقال لي شوفه. بس أنا هم. أي ثقيل. والمنطقة يعني. وش اسمه؟ حيدر. حيدر مثل وضع أبو علاء. أبو علاء بالضبط بسوق الكاظمية موجودين أصحاب الخير. وأصحاب الغيرة اللي يقدرون يقدمون مساعدة عبر برنامج المراسل عبر شاشة الرابعة، نوصلها بكل أمانة لهؤلاء الفقراء ونكون حاضرين إن شاء الله لهم، نوصل صوتهم ومعاناتهم ومشاكلهم. مستمرين وياكم حلقتنا لهذا اليوم من مدينة الكاظمية المقدسة. دخلنا بأحد الأزقة وأحد يعني المواطنين اللي صادفونا، أيضا راح يحكون على واقعهم المعيشي والمعاناة والمشاكل اللي يعانوها، خاصة هم من الطبقة المتقاعدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نرحب بكم. أكثر الترحيب. ريد يوم نعرف عن مشاكلكم، همكم انتوا يعني المتقاعدين، سنوات الخدمة، الراتب اللي جاي تسلموه هسه يكفي المعيشة ما يكفي؟ سنوات الخدمة كثيرة والراتب التقاعدي ما يوازي يعني خدمتنا، وهذا يعني يا ريت شوية يرتفع مستوى الرواتب بصورة عامة. خدمت العراق 32 سنة من 70 دخلت الجيش و 2002 طلعت وخدمت وافتريت العراق كليته، والآن أشتغل هنا يعني كاسب مضمد بسيط هنا يعني ما يوازي معيشتي. وإن شاء الله نأمل من هاي الحكومة الجاية بعد الانتخابات، بعد ما نجحوا السياسيين ونجحت الطبقات الحزبية بالفوز بالانتخابات، ونأمل أن يعني يدرون بالهم على المواطنين كافة ويعززون يعني موقعهم في هذه الحكومة. وبالنسبة اليوم كمتقاعد خادم العراق 32 سنة، راتبك التقاعد يساوي المعيشة اليوم بموازاة ارتفاع سعر الدولار؟ والله أني أخذت من العقاري قرض وبنيت بيتي، لأن كان بيتي قديم وهاي بنيته، والآن أعطي كل الراتب مالي 400 يعني للعقاري. شلون لعد وضعك المعيشي؟ وضع المعيش عايش عندي يعني الله يعيشني، الله والولد والهذا، وأنا هنا أجي يعني 32 سنة ب 400,000؟ 32 سنة ب 400,000. إيه. وكلنا نطيل العقاري. حلو. ومن هنا على الراتب العايشين. يعني. أيوة. على الراتب الصدام يعني. يعني لو تشوف. كم تاخذين؟ 500 إلى 3,000 على الراتب الصدامي، لأن ما رجعت سنة أداوم عندهم. أنت شنو معلمة؟ أنا ممرضة. إيه. إيه. يعني وزارة الصحة ما من صارت 2003
لازم الدكتور يرجع، الممرض يرجع يداوم سنة. فأني ما داوم السنة، فالراتب مالتي على راتب الصدامي. إيه يكفي شهر 500 إلى 3000؟ لا لا، مرة مريضة شلون يكفيني؟ أنت لو أعطيك 500 كفيك؟ لا لا، ما كفي. شعب انتهى أمره، شعب مات من الجوع، المراجع يبيعوه على الدكتور، المراجع يقفوا له هنا ويبيعوا على الدكتور. شعب مات، ماكو صحة باوع وذاكو دولة باوع. هاي رح أقول لك إياها وما أخاف غير من بس هذا الله. وصل صوتي، شكرا لك. هاي هاي، رحم الله عليك. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي، الحمد لله. متقاعد حضرتك؟ والله كل شيء، لا متقاعد ولا راتب، رحمة الله سبحانه وتعالى ونعم الله. آية ما أخاف. وش تشتغل؟ كل شيء ما أشتغل. اشتاكل، اشتشرب، ربك ربك ربك. ولا عندي الولد شوية تعرف انت، هم عمال يشتغلون ولا ماكو؟ أيوة. لو بيحصلون لو ما يحصلون. وهذا شفت الجهاز مكسوسة منه صابعك؟ اي والله كل انقصيت، وعيون ما اشوفين ترى، حتى اشوفك ظلام، يعني ظلام. كل ما نقدم على راتب ما احد يطلع. شو يقولوا لك الرعايه؟ ماكو يا ماكو يا ماكو، شو تسوي؟ انتظر انتظر، وهاي كل شيء ما محصلين. جاي يمر العمر، وجاي يمر العمر، وشوف ناس اشوفنا اقول لك انا ايش قد مويت، كان اقول انا مويت 66. لا ترى مو كبير حيل بعدك. اي بعدني، بس ما شو تسوي؟ ان لله ونرى، نقدر نسوي شيء والله ما نقدر نسوي. اذا مو الله سبحانه وتعالى دحينا، والله البشر بعد ما يحب بشر ابد ويكره احد. يعني الدكتور صار لك قام تقصير هسه، والله 11 مليون ونص انا حاطها على الجهه، وعيوني 8 ملايين، ها شوفها 4 ملايين وهاي 4 ملايين. وما صار يعني غير لو يصير، ولا يصير عجل يصير نقول فدوه. ايه بس ماكو، ما صار لحد الان، ما اشوف به، ماكو رحمه الله سبحانه وتعالى. الدوله كل ما تقدر ما حد يدري لنا بال نهائيا. السوق شلون وضعه؟ السوق والله هم غالي، الدولار صاعد وش اسمه صاعد، والفقير من يجيب اذا ما عنده الا الله سبحانه وتعالى، وما نقدر غيرها. شكرا لكم، جزاكم الله خير. وصل صوتكم ان شاء الله. كلمه الاخيره اتمنى من الحكومه الجديده ان تدير بالها على الشعب، وتدير بالها على هاي الناس الفقيره. وهنا سوقنا شويه تعبان، لانه الناس القيمه المعيشيه قليله، يعني القيمه المعيشيه قليله، عالم مسحوقه حق عالم مسحوقه. ونتمنى من الحكومه الجديده ان تدير بالها على الناس، وتلتفت التفاتة قوية لهاي الناس الفقيرة. شكرا لك. مستمرين وياكم حلقتنا لهذا اليوم، وراح نشوف أيضا أحد الأزقة الأخرى بمدينة الكاظمية. نتغلغل داخل أزقة مدينة الكاظمية المقدسة، وراح نشوف أيضا أحد المواطنين عنده محل تجاري بهاي الأزقة، حتى نقدر نعرف أكثر وضع المعيشة لهذه المدينة المقدسة في ظل يعني وجود الطبقة الفقيرة اللي شفناها، مثل أصحاب البالة، أهل الشاي، الفقراء. وراح نشوف أيضا تاريخ هذه الأفرع والشوارع الداخلية أزقة مدينة الكاظمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس شوي أفتر معك. يا مرحبا بكم. نظرك علي اليوم، أريد نعرف وضع مدينة الكاظمية المقدسة، وضعها المعيشي خاصة يعني بالسوق. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. والله هي مدينة الكاظمية هي حال أي مدينة بالعراق. نعم. يعني اليوم احنا تدري المعاناة والظروف اللي قاعد يمر بيها اليوم، يعني نأمل إن شاء الله من هاي الحكومة الجديدة أن تقدم الخدمات إلى خاصة إلى مدينة الكاظمية وإلى أهالي مدينة الكاظمية باعتبارها مدينة مقدسة. الآن إحنا قاعد نشوف يعني الاهتمام أكثر، يعني لو نشوف هسه على سبيل المثال مثلا كربلاء المقدسة، النجف المقدسة، يعني نشوف أكو حركة عمار يعني موجودة. نأمل إن شاء الله أن تكون مدينة الكاظمية هي بالبداية بوجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والإمام محمد الجواد عليه السلام، يعني تعتبر هي منار للعالم، كل العالم يعني يزور مدينة الكاظمية المقدسة من كل دول العالم، فهي محطة أنظار
كل العالم. مدينة الكاظمية تعتبر مكان مقدس، بالإضافة إلى أماكن تاريخية تعود تاريخها إلى أكثر من يعني 1400 عام بوجود الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. فنأمل إن شاء الله من الحكومة الجديدة أن تهتم بهاي المدينة، يعني أن تكون واجهة إلى كل العالم وتعكس مدى التطور اللي إن شاء الله نأمل إن شاء الله أن يشهد العراق إن شاء الله من خدمات، من كافة الخدمات، وتكون محطة أنظار كل العالم إن شاء الله. يعني هاي المدينة تحتاج إلى إعادة أعمار وترتيب أعمار. طبعاً إعادة أعمار. نشوف مثلاً هذا الوضع مال أي. المنازل أي. الأزقة. إحنا اليوم عامة إحنا إذا ما تجينا شركة عالمية، يعني اليوم تجينا شركة حال لحال أي دول العالم، يعني ليش هسه دول العالم الإمارات على سبيل المثال أو الكويت أو أي دولة بالعالم، نشوفها دول بدأت تتقدم يعني من كل النواحي، مع العلم إحنا متقدمين عليهم وأفضل من عندهم حضاريا أحسن تاريخيا وبوجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتاريخ العراق تاريخ عريق. يعني عريق وحافل زين. فنأمل إن شاء الله يعني أن تجينا شركة يعني حالنا حال أي دول العالم، أن يكون العراق عامة يعني أن تجينا شركة عالمية هي وكادرها وموظفينها كلهم يعني يجون يعني ياخذ هاي مدينة الكاظمية يعني يستلمها مثلا يعني تكرم من المجاري من مجاري من كهرباء من خدمات من تبليط من بنى تحتية اهتمام بها زين، يعني تفضي يعني أفضل الخدمات أن تكون في هاي المدينة حتى تعكس واجهة العراق، لأن يعني كل العالم هي يعني على هنا يزور مدينة الكاظمية المقدسة كل العالم. وإحنا قاعد نشوف اليوم خاصة بزيارة الأربعينية يعني ما وخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يعني عدد الزائرين يوصل إلى حوالي 5 ملايين زائر من كل دول العالم. يعني على سبيل المثال يعني أحد الزائرين إجى من أحد الدول يعني على ما أظن دول يعني الأفريقية، فإجى لما طب هنا صار حديث وياه قال أنا ما كنت أتوقع بينها مدينة الكاظمية، يعني كنت أتوقع مدينة الكاظمية في الشيء يعني حال حال أي دول العالم، يعني فحرامات يعني إحنا قاعد نشوف هسه اليوم هاي الوائرات مال مولدة هيك واصلات يعني آلاف الوائرات الشوارع يعني هاي واصلة إلى هالمرحلة هاي، يعني نشوف الخدمات بها مثلا تعبانة. نأمل أن تجينا شركة عالمية تلزم مدينة الكاظمية وتحييها من جديد زين، وتنهض حال حال اي مدينه وخاصه حتى مناطقنا الموجوده. كل شيء متوفر عندنا، نفطنا، مينا، كهرباء، انا كل شيء متوفر. والله خيرات العراق هي خيرات هواي، الله سبحانه وتعالى مبارك في هذا البلد. يعني شو تريده من نفط، من غاز، عتبات مقدسه، يعني في ظل ضريح باب الحوائج موسى بن جعفر، بس الواردات الموجوده بموسى بن جعفر هسه اليوم بتسوي لك الكاظمية ذهب، انت تمشي على ذهب ببركه باب الحوائج موسى بن جعفر وبركه يعني بس عدد الزائرين والسياح تجي، يعني اليوم كاظمية كافية ونعيش أحسن عيشة. نأمل إن شاء الله إن شاء الله نأمل من هاي الحكومة الجديدة إن شاء الله تهتم بشبابنا وتهتم بتاريخنا وبعراقتنا وتهتم بمدينتنا هاي المدينة العزيزة علينا ببركة باب الحوائج موسى بن جعفر. شكرا لك، الله يحفظكم. شكرا جزيلا. بعدنا باقين وراح ايضا ندخل. السلام عليكم حجي ابو علي. شلونك ابو علي؟ الله بيكم، الله يحفظكم. الله عمي سعدك. والله انا عمي عندي 5 بنات، عندنا راتب راعيه ما عندي، كل شيء ماكو. شنو الاسباب؟ قاعد بالتجاوز، كل ما راجع يقول له روح ويجي اسمك وماكو فايده. صار لك ايش قد تقدم؟ اقدم صار هاي من 2011 لحد الان كل شيء ماكو. 10 سنوات. اي والله حدود اكثر بعد 10 سنوات له؟ ما يعلم الله، رايح بدربه ما يرجع بدربه، بس رحمة الله. بس حبينا لاطفك. رحم الله بيك. شو يقولوا لك الدائرة؟ روح وحجي والله كريم ويجي اسمك وما شو ماكو. شو اشتغلت هنا بالكاظمية؟ رجال عامل، هم الكبرى 62 سنة واشتغل عندي عربانة اشتغل بيها. ومأجرها بالفير؟ اي. هاي. هذا حاله؟ اي والله. تنشد على حالي؟ يا رحمة الله واسع. عندنا بس هو أرحم الرحم، بس كل خلي يحسون على الوقت هذا. العفو أبو علي، قاعد بيت تعبان. أنا هم خلي تجاوز. العفو. لا قاعد وقع البيت. على عائلتي توفى وزوجتي وجهال. يسولف لها القصة شنو؟ أي هاي بال 2000 والله ما بال 98 وقع البيت على عائلتي، زوجتي وجهال 2 راحوا لي.
وتزوجت ورا فترة صار كم نفر عندك؟ اثنين وجال اثنين ومرت ثلاثة حدود. وكان يعرف هو كان يعرف ان البيت تعبان بس ما عنده ما عنده امكانية كل شيء كل شيء ماكو عبد وربك المعبود كل شيء ماكو مع العلم هو يعرف ان البيت تعبان بس ما عنده ما عندي هذا امكان الله كريم كش ما حسبوا له راد رعاية ومهمة الله اطلب من الله ومنهم الا هم يخافون الله يقولون هذا الرجال خلنا نطيه راتي شوف دربه شوف هاي اطلبها من الله ومنكم احنا راح نوصل صوتك ان شاء الله الاهل الخيرين ناس الخير والجهات المعنيه الرعايه الله يعزك الله يسلمك الله يعزك شفت وضع ابو علي اللي بيته وقع عليه السقف زوجته واطفال اثنين توفوا بسبب الفقر وما حصل اي تعويض وصار له من 2011 لهذا اليوم يدق باب الرعايه الاجتماعيه لكن دون جدوى وروحوا بعدين تعالوا صار له 10 سنوات 11 سنه بهذا الموضوع وكل شيء ما عنده عنده عربانه ياجرها ب 2000 دينار ويشتغل بها على باب الله وتدرون الوضع الاقتصادي اليوم بالعراق على العموم بعدنا نتغلغل بداخل ازقه واسواق مدينه الكاظميه المقدسه باقين وياكم حلقتنا لهذا اليوم وايضا احد ساكنين مدينه الكاظميه راح يحكي لنا على وضع المدينه المقدسه، وضع المعيشه، وضع الاسواق العامه، سلام عليكم. سلام عليكم الحاج محمد النمدي الكاظمي. اهلا وسهلا بك. الله يحفظك، الله يعزك. اليوم بدنا نعرف يعني الحياه بمدينه الكاظميه. والله مدينه الكاظميه هي الكاظميه ولكن القديم احنا نحكي يعني مو هسه مو تمام؟ نعم. قديما وهسه بال يعني القديم يعني كانت السيارات هاي من هنا تفوت باص المصلحه وكذا، الان كل هاي انقطعت ومنعت مثل ما يقول، هدا شوف الازدحامات هذه اللي دا تصير، اللي ساكنيها ناس كانوا يعني كلهم طيبين طبعا الحاضرين والقدامى، ولكن ثلاث ارباعهم راحوا الاصليين خلينا نقول، وبقوا مثل ما يقول القديمين يعني اللي هم بيتين ثلاثه اربعه مو بيت المدامغه عندك بيوت هنا بيت الكاشي يسموهم عندك بيت سيد باقر مثل ما عندك الناس الطيبه اللي هم كبار هسه هم انا بعد مثل ما يقول شارفين على الرحيل لا اكثر ولا اقل وناس هسه اللي قاعدين هم انا ناس طيبين وعلى بساطتهم وعلى خدمتهم للناس وهاي الكاظميه تشوفها انت بعد مثل ما يقول بالمناسبات الاقتصادي هاي شوارعنا وهاي الشغلات تشوفها تعبانة يعني مثل ما يقول الكهرباء مالتنا وشوف هاي الوائرات كلها مال المولدات وهذا قبل ما كانت هاي كلها قبل أصلا ناسيها ناسين الكهرباء ناسين الماي الآن لا ماي قليل الكهرباء قليل تجيك بالساعات يعني شوية هاي المشكلة مالتنا هنا كاظمية يعني تعجب متقاعد؟ لا لا مو متقاعد موظف؟ ولا موظف يعني ناسب؟ إمام جامع هنا بالكاظمية ومثل ما يقول خياط هو كصنف يعني شفنا اليوم ظاهرة عمالة الأطفال يعني الصغار مبطلين من المدرسة اللي يبيع اللاقة ويدفع عربانة هذا من الماكو يعني خلون مثل ما يقول هو ظاهرة مو حلوة هي بصراحة ولكن من الماكو الناس قوم يطلعون أبو متوفي له كذا يطلع تطلع أمه يعني تروح تبيع العلاقة له يطلع هو يبيع العلاقة مجبور الطفل شو يسوي يعني متأثر اليوم مجتمعنا أكيد تأثر أكيد تأثر واللي بي مثل ما يقول حلو وهذا يساعد الناس يخدم الناس هذه وأمام الله هاي كلش كبيرة وإحنا ماخذين ويانا ما ماخذين ويانا شيء غير هالعمل مالتنا إن شاء الله اريد نعرف من عندك موضوع الزائرين الى مدينه الزائرين يجون مثل ما يقول يعني
نهار خلي نقول خلي يقضوها نهار هنا يطلعون. ما قبل كانوا يجون يزورون ثلاثة أيام أربعة أيام يظلون فنادق أكو، هسه صارت فنادق، قبل ما كان أكو قليلة، هسه صارت فنادق لكنه مبيت ماكو. كان حتى الحرم عندنا بعد هالمشاكل هاي مال كورونا والشغلات التعبانة مثل ما يقول. والله كريم يعني إن شاء الله يتحسن إن شاء الله. كعراقي يعني شنو طموحك لهذا هاي المدينة لهذا البلد؟ والله طموحي أنه العراق تاج على الرأس بصراحة، يعني نريد نحب ونفرح أنه العراق يتقدم ويتقدم ويتقدم ويرجع لي ورا يوم ورا يوم، يشوف يعني يومية خبر مو زين ويومية خبر كذا ويومية، أو هذا المشكلة يعني البينا إحنا يعني مساعدة واحد للثاني ما عندنا، هاي المشكلة. يعني لو كنا ناس ترحم ناس الله هو يرحمنا، صحيح يا لا؟ فالقصد أنه هم نرجع ونقول إن شاء الله تتعدل الأمور، يعني تفائل خير إن شاء الله، تفائلوا بالخير تجدوه أكيد. شكرا لك، رحم الله والديك حبيبي تاج راسي مولاي، خادمك خادمك أبوي تاج راسي 100%. مثل ما شفتوا الحاج هنا من أهالي مدينة الكاظمية القدماء حكينا على وضع المدينة في الماضي وبالحاضر، أيضا طالب عدة أمور، ترتيب المدينة، وضعها المعاشي، وضعها الاقتصادي، وضع الزائرين، موضوع الوفود الزائرين إلى الإمامين الكاظمين عليهم السلام. بعدنا نغطي المدينة حتى نقدر نعرف هموم ومشاكل الساكنين بها واللي يعملون بها. ايضا راح نشوف احد المواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتك؟ الله حبيبي. انت صاحب هاي العرمانه؟ لا ما اجرها. ليش ما اجرها؟ بالفين. ايش تشتغل يعني؟ انا هايك عشت على العرمانه. متزوج؟ عندك اطفال؟ عندي خمس اطفال ومعلمين برقبتي. مثل ما شوف وضعيتها انا عايش بسبع البور يعني مو بالكامون. يعني بس الكراوة يذبها روح جيت 3000 وما عندي لا راتب رعاية ولا معين، وما شاء الله أطفالي كلهم صغار الله يخليهم، يعني ماكو واحد يعني واني مو صغير بالعمر، يعني 44 سنة بهاي الدولة واني ما أملك شيء، كل شيء ما أملك، لا بيت لا راتب لا يعني مأساة، عاد الركابي وعد مستفيدين من سبع البور بوقتها الطانة مال كورونا، ادري انت من قلت 2.5 مليون عائلة مال كورونا طيتهم شهر واحد والباقي ضربتهم بوري، ما قلت هذول بعد ايش ياكلون؟ ما قلت هذول 2.5 مليون نفر من لسانك مو من لسان العراقيين، من لسانك انت قلت 2.5 مليون عائلة، كم مواطن عراقي هالمليونين؟ ما اقول كل عائلة نفرين، يعني 2.5 مليون عراقي على واحد، 2.5 مليون عائلة بزمن كورونا، شكله من زمن كورونا لحد الآن. حتوا راتب واحد بس؟ راتب واحد بس. زين الباقي شلون؟ انا عندي خمسة اطفال وداعيش بهاي العربانة، شنو عايش بالعراق؟ شنو بالعراق؟ شو اسوي؟ اذا هي الدولة تركتني، شحب من الدولة؟ شو استفاد من هاي الدولة؟ وشنو مصيري بالعراق ومصير اطفالي؟ اليوم بيك حيل باشرك وشلون؟ قول له العدل الركابي. قول له العدل. راتب مرعاي ليش ما قدمت؟ أنا مقدم ترى 3 مرات للعلم، 3 مرات قدمت، وكون صريح وهاي المرة أنا قدمت على برلمان وهم ما صارت، قدمت بالألفين ودعاش ما صارت، كل ما أروح لهم اسمك مدقوق حسب وكذب، وقدمت بالألفين وتلتعاش وما صارت، كل ما أروح اسمك مدقوق شنو هالمهزلة تركتها.
ناس كذابة اللي تعيش ويا ناس كذابة، أما تطف فلوس أما مصير، هاي يعني الخلاصة. تميلك. إيه أنا عندك المعاش ما يسمع. إيه تركته وقعدت. جالة سمتانيك على الخبز، اشتغلت اليوم ما اشتغلت؟ والله لسه استفتحت حلوة. بس راح توكل على الله؟ إيه والله لسه استفتح. وإذا ما اشتغل شلون؟ الحمد لله وشكر. عشاء غدر أيوه غالي. الحمد لله وشكر. تكابر. هاهي هاهي خلي نلحق على رزقنا بعد ما تسوى. الله وياك، اخذنا من وقتك. هذا وضع العراق اليوم مثل ما شفتوه. هسه راح الرزقه يقول خلونا نروح الرزقه ثلاث مرات مقدم على راتب الرعايه الاجتماعيه وما حصلت اي شيء بال 2011 و2013، واحد المرشحين ايضا بانتخابات مجلس النواب يقول قدمت عن طريقه لكن كل شيء ما حصلت، خلي نروح الرزقه احسن لي. المهم شفت هموم ومعاناة الناس والمواطنين بمدينة الكاظمية المقدسة ونشوف أحد المواطنين. سلام عليكم حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. ظروفي تعبانة ما يعني ظروف لا هدتي شو اسمين التسمين كذا كذا، لا عندي راتب رعاية ولا عندي رحمة الله، وأنا هناك مقرماتي لي قدام أبيع شاي ومي لا تطيني الله، كنت برفع راتب ما الحكومة ما راعي كل شيء، ما عندي رحمة الله ومشتكي لا اريد اقوم ما اقدر، وهذا اللي سبتي وانت 175 تقريبا 150 175 التقريب مالتي، وهد شغلي بعدكم. ايش قد برقبتك عائله؟ انا حاليا عندي اربعه بالبيت والبيت مالتي تعبان لان التطليحات بتطلعت ما عندي وشتى، وهذا هذا الشتاء مطر وطين وهد شغلي بعدكم. نفطاتك شلون؟ النفط ما نفط على الكهرباء والهيتر مال الكهرباء مال الكهرباء على اساس ما ادري يشتري ما ادري من وراء النفط ما ادري ما حصل نفط يعني. حلو. اي أيوة والله نفط بس على الكهرباء. وانت اهل الله اهل الغيره اهل الرحم اهل الشوارب. اريد تهز الشوارب احنا كل شيء بريد احنا. اذا هزت الشوارب احنا بخير ان شاء الله. تريد حقك اليوم التغيير؟ ان شاء الله حقي يصير، حق التعب. دعس انا فجر جريت انا. من 78 اذا قالت 90 تولي استراحت بس يوم احتياط واستراحت يوم النخوه وانت تشوف بال 91 راح ادوني. بس انت وين رايح البسطه؟ اروح البسطه اترزق من وراها يلحق لي قدام هاي شايفه ولا ابو القنص كبار. الله يرزقك. الله يعطيكم العافيه. شكرا لك. الله يعطيك الله يعطيكم العافيه الله يستر عليكم ان شاء الله. هم بعد هم وهم مرتبط بهم والحلول وغائبه والمشاكل هواي ومعاناة الناس. هذا وضع العراق اليوم اللي خدم 11 سنة بالعسكرية، هذا وضعه يقول ما أقدر أمشي وزني 175 كيلو زين، هذا رايح البسطي يبيع شاي ومي زين، لا عنده راتب ولا عنده راتب رعاية و 59 والدي يعني 63 سنة 63 سنة عمره مثل ما شاهدوا. المهم وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المراسل عبر شاشة الرابعة من مدينة الكاظمية المقدسة، بعد ما شفت معاناة الناس همومهم مشاكلهم وأيضا عدم استجابة الجهات المعنية لموضوع راتبهم الرعاية الاجتماعية، وأغلبهم مرضى وأيضا يطالبون ويناجون الحكومة. هلا هلا بينا احنا العراقيين اليوم نريد نعيش بكرامة زين امام دول العالم كافة. انتظرونا بمكان اخر ان شاء الله وبمنطقة اخرى بالعاصمة بغداد. في امان الله وحفظه.